السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله اليوم راح أشرح لكم الدرس الرابع من الكربوهيدرات ميتابوليزم، اللي هو راح يكون بإذن الله الجلايكوليسيز. الجلايكوليسيز يعتبر أول درس في الكربوهيدرات اللي يبغاله تركيز، على عكس الدروس الباقية، لأنه إذا أنت فهمت إيش اللي بيصير حتقدر تحفظ بشكل سهل مرة، وبالتالي الدرس ده ما حياخد منك ربع ساعة في المراجعة، يمكن حتى 10 دقائق. نبدأ أول شيء قبل ما نبدأ في الجلايكوليسيز، نأخذ كذا بشكل عام. طيب حطيها واطلعي برا. نبدأ في الكربوهيدرات ميتابوليزم بشكل عام. الكربوهيدرات ميتابوليزم غالبا يعني تقريبا تكاد تكون 100% جلوكوز، بس اللي هي جلوكوز ميتابوليزم. الجلوكوز ميتابوليزم له كثير انابوليك وكاتابوليك باثويز. نذكركم انه انابوليك معناه بناء وكاتابوليك معناه هدم. في عندنا ميجر باثويز وفي عندنا ماينور باثويز وفي عندنا 4 باثويز ثانيه نتكلم عنها، كل واحد على حد ان شاء الله في المحاضرات الجايه. الميجر باثويز عبارة عن 2، أول واحدة اللي هو جلايكوليسيز، وثاني واحدة اللي هو الكريبس سايكل، وله 3 أسماء، له اسمين تانيين كلهم يعني يدور على نفس الشيء. بالنسبة للماينور باثويز عندنا ال HMP شنت وعندنا ال يورينيك أسيد باثوي، عندنا بعدها جلايكوجينيسيز وبقية ال other باثويز حنمر عليها واحد واحد إن شاء الله في المحاضرات الجاية. نبدأ في الجلايكوليسيز. الجلايكوليسيز عبارة عن عملية تكسير الجلوكوز إلى حبتين بايرفيت. هنا يقول لك انه it is a sequence of 10 reactions، عبارة عن 10 خطوات تكسر ال 1 molecule of glucose، يا اما تكسر ال 2 pyruvate في وجود الاكسجين او 2 lactate acid في، سواء يا انه ما يكون عندك اكسجين يا انه ما يكون عندك ميتوكوندريا. معناه اذا واحد من دول الاثنين ما هو موجود، يا هو الاكسجين يا ميتوكوندريا، اذا واحد منهم مو موجود حيطلع لك 2 lactate. اما اذا كان في ميتوكوندريا وكان في اكسجين كمان حيطلع عندك 2 pyruvic acids اللي هم يكونوا كل واحد منهم 3 كربون. هذا شيء، وغير كده حيطلع عندنا 2 ATPs و 2 NADH. مكان حصول الجلايكوليسيس في السيتوبلازم في جميع الخلايا. الخطوات في عندنا نقسمها 5 و5. أول 5 نسميها Energy Investment ونستخدم فيها 2 ATP، يعني نستهلك فيها. الخمسة الثانية نسميها Energy Yielding، وهذه ننتج فيها 2 ATP و 2 NADH و 2 Pyruvates، سواء كان ايروبيك، اذا ما كان ايروبيك اللي هو انيروبيك عدم وجود اكسجين لاكتيتس. عندنا هذه الخمسة الاولى نطالع عليها باختصار شديد. عندنا جلوكوز اتحول على جلوكوز 6 فوسفيت في وجود هذا الانزيم واستهلك 1 ATP. بعدين الجلوكوز 6 فوسفيت اتحول الى فركتوز 1 6 فوسفيت في وجود هذا الانزيم. بعدين الفركتوز 6 فوسفيت اتحول الى فركتوز 1 6 بيس فوسفيت في وجود هذا الانزيم واستهلك ATP. هاد هم الاثنين ATP اللي استهلكناهم في اول 5. وبعدين الفركتوز 1 6 فوسفيت حينقسم على حاجتين، اول حاجه هي الجلايسرالديهايد 3 فوسفيت، والثانيه اللي هي الدايهيدروكسيسيتون فوسفيت في وجود هذا الانزيم. والخطوه الخامسه والاخيره في المرحله الاولى اللي هي انه هذا الشيء حيتحول على ده في وجود الانزيم اللي هو ترايوز فوسفيت ايزوماريز. فحاصلة المرحلة الأولى اللي هي الخمس خطوات الأولى إنه حيتكون عندنا 2 من هذا الشيء اللي هو الجلايسرالديهايد 3 فوسفيت، وحنستهلك فيها 2 ATP. لازم تحفظوا أسامي الإنزيمز ولازم تحفظوا كمان أسامي النواتج. هنا المرحلة الأولى مشروحة بشكل متعمق شوية. نبدأ بسم الله. أول خطوة هيكسوكينيز جلوكوكينيز رياكشن، يعتبر انه هو اول خطوه في الفوسفوريليشن في جلوكوز. مهمه جدا. ليش هي مهمه جدا؟ لانها تمنع خروج الشجر مولكيول من الخليه. لو نشوف هنا الصوره الحمد لله، هنا عندنا جلوكوز دخل الخليه. لو قاعد زي ما هو جلوكوز ما صار فيه شيء حيطلع برا الخليه بشكل مره سهل. فعشان نمنعه من الخروج نسوي الفوسفوريليشن، نحط له حبه فوسفيت في كربون نمبر 6 عن طريق استخدام ATP. اذا حطينا فيه حبه فوسفيت ما هيقدر يطلع. طيب العملية هذه بتسهل أو تساهم في إنه العملية اللي بعدها تحصل، لأنه لو ما عندنا، نطالع نرجع هنا مرة تانية، لو ما عندنا جلوكوز 6 فوسفيت ما حيصير عندنا فركتوز، ولو ما عندنا هذا ما حيصير عندنا هذا. فلازم هذه تحصل عشان دي تحصل عشان دي تحصل، وهنا مجرى. طيب هذا اللي بيصير في العملية زي ما قلنا. الرياكشن ده اللي هي الخطوة الأولى تستهلك 1 ATP irreversible، يعني ما نقدر نرجعها، ويصير لها كاتاليزيشن عن طريق يا إما هيكسوكينيز إذا كان برا الليفر أو جلوكوكينيز إذا كان في الليفر. وكل واحد له أهمية وما جاءوا عباطة، وحنشوف أهميتهم بعد شوي إن شاء الله. عندنا هذا الجدول مهم جدا يا شباب إنكم تركزوا عليه وتحفظوه. هذا مكان الحدوث،
او مكان استخدام هذول، هذه مقارنه بين الهكسوكينيز والجلوكوكينيز. عندنا مكان الاستخدام، عندنا الكي ام فاليو حقتهم، انت بس اعرف انه هذه لو هذه هاي، مو لازم تعرف الرقم ده. عندك الفيلوسيتي حقت الرياكشن، عندك الانهيبيشن، واخر شيء الاندكشن باي انسولين. اهميه الفرق بين الكي ام والفي ماكس، زي ما انتم شايفين الكي ام والفي ماكس بينهم فرق، هنا لو لو، هنا هاي هاي. ليش هنا لو وهنا هاي؟ لانه بالنسبه للليفر يستخدم فيها الجلوكوكينيز، متى يبدا يشتغل؟ لما يكون الانتراسيلولر جلوكوز ليفل از هاي، يعني عندك المستوى الجلوكوز مره عالي في الجسم. هذا متى يكون؟ افتر كربوهيدرات ميل، لما تكون داقه في وجبه مليانه كربوهيدرات يحصل الشيء ده. ليش يحصل؟ ليش يشتغل الجلوكوكينيز؟ تو ريموف جلوكوز رابيدلي فروم بورتر بلد، تشيل كميه جلوكوز كبيره قبل ما توصل الليفر، وعشان تمنع انه كميه كبيره بعده من الجلوكوز تروح على السيستمك سيركوليشن وبعده تتوزع في الجسم وتسوي اخلال بالهيموستيزيس. هذا بالنسبه للجلوكوكينيز. طيب الهكسوكينيز يستخدم متى يشتغل الهكسوكينيز؟ لما يكون مستوى البلد جلوكوز مره قليل. طبعا هنا قايل لكم الجي 6 بي هو ده اللي هو جلوكوز 6 فوسفيت اللي هو ناتج اول عمليه. هذه الالوستريك انهيبيتورز في الهكسوكينيز. الهكسوكينيز لو تشوفوا هنا، الهكسوكينيز لما استخدمناه حول الجلوكوز على جلوكوز 6 فوسفيت. الجلوكوز 6 فوسفيت اللي هو ناتج الهكسوكينيز حيسوي انهيبيشن للانزيم. طيب فنرجع مره ثانيه المكان ما كنا. يقول لك بيريفيرال تيشو يستخدم الجلوكوز فقط لما يكونوا محتاجين انرجي، اللي هو الهكسوكينيز ده. يعني البيريفيرال تيشو اللي هي الاعضاء اللي هي غير الليفر تستخدم الجلوكوز لما يكون لما تكون محتاجة انرجي، لانه فيها هكسوكينيز ما فيها جلوكوكينيز. نحن شفنا الفرق بينهم هنا. الجلوكوكينيز اللي هو في الليفر ما يصير له انهيبيشن بالبرودكت على عكس الهكسوكينيز، عشان كده الجلوكوكينيز على طول شغال. اذا صار عندنا جلوكوز كتير في الجسم يبدا يجمع الجلوكوز ويحوله على جلايكوجين، وبعد الجلايكوجين يتخزن في الجسم ونقدر بعدين نكسره وناخذ جلوكوز لما نكون محتاجين. الخطوة الثانية هذا اللي بيحصل فيها زي ما شفنا في الصورة، هذا اسمه الانزيم. الخطوة هذه فري ريفرسبل، انا حقول لكم الخطوة الاولى والثالثة والعاشرة هم اللي حيكونوا ريفرسبل، لا ما نقدر نرجعهم. بقية الخطوات كلها ريفرسبل، خلاص ما يحتاج كل خطوة نقول هذه ريفرسبل ولا ريفرسبل. الاولى والثالثة والعاشرة هذول ريفرسبل، البقية كلهم ريفرسبل. الخطوة الثالثة هذا اللي بيحصل فيها تكلمنا عنه، تستخدم تستهلك اي تي بي ريفرسبل، وهذه تعتبر اهم خطوه في الريجوليشن اوف جليكوليسيس، وحنشوف ليش ان شاء الله بعدين. الخطوه الرابعه هذا اللي صار فيها زي ما تكلمنا، هذه الخطوه اللي طلعت لنا حاجتين، هذول هم الحاجتين تعتبر ريفرسبل. الخطوه الخامسه هي اللي حولت لنا هذا على هذا، فصار عندنا اثنين من ده، معليش العكس، حولت هذا على هذا فصار عندنا اثنين من اللي هو الجي 3 بي. هذا اسم الانزيم وتعتبر ريفرسبل. كده نكون خلصنا المرحلة الأولى ودخلنا في المرحلة الثانية. المرحلة الثانية اللي هي energy yielding، اللي في الخمس خطوات الأولى استهلكنا ATP، هنا حنكسب الـ ATP اللي استهلكناه، يعني كأننا استثمرنا حاجة ودحين بترد لنا الاستثمار حقنا بيفيدنا بنكسب. فنهاية خطوة خمسة إيش صار عندنا؟ صار عندنا اثنين من هذا اللي هو الجليسرالديهايد ثير فوسفيت. دحين نمسك واحد منهم ونشوف إيش يصير فيه، وأي شيء يصير في الأول حيصير في الثاني تماما بالضبط. طيب جليسرالديهايد 3 فوسفيت حيتحول على 1-3 بيس فوسفيت جليسيريت عن طريق الانزيم هذا في وجود ناد، الناد حتدخل وتطلع ناد اتش بلس اتش. اوكي فهنا طلعت لنا الناد اتش، الناد اتش بعدين حتروح تطلع لنا الاي تي بي في حاجه اسمها الكترون ترانسبورت شين. ال 1-3 بيس فوسفو جليسيريت حيتحول على 3 فوسفو جليسيريت في وجود هذا الانزيم وفي وجود اي دي بي. حيجي الاي دي بي حياخذ حبه فوسفيت حيصير اي تي بي، هنا النتج عندنا اي تي بي بيور جاهز خالص ما يحتاج اي شيء. ال 3 فوسفوجليسيريت حيتحول على 2 فوسفوجليسيريت عن طريق هذا الانزيم، يعني بكل بساطه الفوسفيت حركناها على كانت في 3 وحركناها على كربون نمبر 2 مره بسيط. وفي الخطوه هذه ال 2 فوسفوجليسيريت حيتحول على الفوسفو انول بايروفيت في وجود هذا الانزيم. الخطوه الاخيره انه الفوسفو انول بايروفيت حيتحول على بايروفيت في وجود البايروفيت كينيز، وحتنتج عندنا حبه اي تي بي خالصه جاهزه، وهذه هي ثاني مره تطلع عندنا اي تي بي. اذكركم مره ثانيه انه هذا كله بيتطبق على حبه واحده، الحبه الثانيه بيصير فيها نفس الشيء، فمعناه المجموع ايش هو المجموع؟ هاي هنا طلعت حبه وهناك كمان طلعت حبه،
وهنا طلع عندنا ناد اتش وهناك كمان طلع عندنا ناد اتش وهنا طلعت عندنا اي تي بي وهناك كمان طلعت اي تي بي فمعنا المجموع اربع حبات اي تي بي وحبتين ناد اتش حنفصل في الحسابات بعد شوي ان شاء الله هذه هي الخطوه السادسه اللي طلع فيها ناد اتش الناد اتش ايش مصير الناد اتش اذا كان الجلايكوليسيز ايروبيك يعني فيه الاكسجين الناد اتش حيصير له اكسيديشن في الريسبيراتوري تشين اللي هو الكترون ترانسبورت تشين حيطلع لنا 3 اي تي بي كل ناد اتش يعني 2 ناد اتش حيطلع لنا كم اي تي بي 6 خلاص في الانيروبيك اذا ما كان في انيروبيك جلايكوليسيز يعني ما في اكسجين الناد اتش حيصير له اكسيديشن وفي رياكشن يكون اللي يسوي رياكشن انزيم اسمه لاكتيت ديهيدروجينيز خلاص وهذا اللاكتيت ديهيدروجينيز بعدين حيروح للبايروفيت ويطلع لنا 2 مولكيولز اوف لاكتيت اللي هي الفاينل برودكت اوف انيروبيك جلايكوليسيز معلش نحن كنا في خطوه 7 خطوه 7 هذا اللي بيصير فيها شفناه في الصوره هنا طلع عندنا اي تي بي صح ولا يوزد فورم ايوه هنا طلع عندنا اي تي بي this is the only reaction of glycolysis or gluconeogenesis اللي فيه له اي تي بي وريفرسيبل يعني لو تشوفوا 1 و3 و7 و10 هذه كلها كان فيها اي تي بي لكن 1 و3 و10 ريفرسيبل 7 فيه له اي تي بي ومع هذا ريفرسيبل الباقيين طبعا كلهم ريفرسيبل يعتبروا خلاص formation of 2 3 ppg in rbcs انتوا لو تشوفوا هذا ايش اسمه 1-3 بيسفوسفوجلايسيريت اللي هو 1-3 بي بي جي في انزيم معين هو هذا الانزيم اسمه 1-3 بيسفوسفوجلايسيريت ميوتاز يجي على ال 1-3 بي بي جي هذه حاجه برا الجلايكوليسيس خلاص يجي يمسك ال 1-3 بي بي جي الكربون الفوسفات اللي موجوده في كربون نمبر 1 ينزلها على كربون نمبر 2 فيصير عندنا 2-3 بي بي جي اللي هو مهم جدا في عمليه في الهيموجلوبين والميوجلوبين زي ما درسنا في اول درس اللي هو البروتينز ال 2-3 بي بي جي ممكن بعدها عن طريق هذا الانزيم ولازم تحفظ اسمه المهم ممكن مره ثانيه يرجع على 3 فوسفوجلايسيريت وبعدها نكمل الجلايكوليسيس خلاص معلش خلينا نرجع نقرا نشوف اذا في كلام مهم زي ما قلنا اوكي ما في شيء هذا هو اسم الانزيم لان اذا اللي اذا هنا مو واضح هنا مكتوب كتبت لكم هو خطوه رقم 8 هذا اللي بيصير يعتبر الرياكشن ريفرسيبل خطوة رقم 9 هذا اللي بيصير اسم الانزيم طبعا كله دائما موجود اسم الانزيم في النص in this reaction اوكي بيقول لك انه في dehydration يعني تطلع مويه وبرضه بيطلع عندنا بينتج عندنا اللي هو الفوسفوينول بايروفيت يعتبر هاي انرجي خلاص عشان كده هاي انرجي عشان كده في الخطوه الاخيره اللي هي خطوه رقم 10 حيطلع عندنا اي تي بي اوكي ففي هذه الخطوه العاشره اللي هي الاخيره هذا اللي بيحصل بيطلع عندنا اي تي بي يعتبر irreversible زي ما قلت لكم 1 3 و 7 irreversible الباقيين كلهم reversible في عندنا حاجه اسمها pyruvate kinase deficiency هذا هو pyruvate kinase اللي هو الانزيم اذا كان موجود بشكل قليل في الجسم نتيجه مرض ايش اسمه وراثي حيسبب لنا حاجه اسمها hemolytic anemia ليش لانه في خلايا الدم الحمراء هي تحتاج انرجي صح عشان تتحرك وعشان تقدر تحمل وتشيل وتنتقل في الجسم فاذا قل فيها اذا قلت فيها عمليه الجلايكوليسيس حيصير عندنا انرجي اقل اذا صار عندنا انرجي اقل معناه الخليه حتتكسر بشكل اسرع بدل ما تعيش عندنا 120 يوم تعيش ممكن 90 ولا 60 ولا 30 يوم ما اعرف بالضبط كم الرقم لكن المده حتقل وبالتالي حتتكسر الخلايا بشكل اسرع والجسم ما حيقدر يكون خلايا كافيه انها تسد العجز الناقص فحصل عندنا انيميا اسمها هيموليتيك انيميا اوكي هنا موضع ام سي كيو مره ممتاز احتمال كبير يجي عليه ام سي كيو يقول لك ايش نوع الانيميا اللي تجيك من هذا الشيء بيرفيت كينيز ديفيشنسي تقول له هيموليتيك انيميا ايش السبب ديكريز دي تي بي خلاص نحن هنا خلصنا الجلايكوليسيس خلاص في حاجه بعد الجلايكوليسيس تحصل اللي هي في حال كان عندنا ما كان في اكسجين اللي هو انيروبيك كونديشنز او انيروبيك جلايكوليسيس البايروفيت حيتحول على اللاكتيت زي ما قلنا ناد اتش حيصير له اكسيديشن عن طريق انزيم اسمه لاكتيت ديهيدروجينيز وبعدها حيسوي لنا ريدكشن في البايروفيت يحوله على اللاكتيت يعني اول شيء بيحصل الناد اتش بيصير له اكسيديشن وبعدين بيسوي ريدكشن للبايروفيت يحوله لاكتيت خلاص فمعناه لا ناد اتش استفدنا منه ولا البايروفيت استفدنا منهم فحصلت الانيروبيك جلايكوليسيس عباره عن 2 اي تي بي فقط لا غير الناد اتش خرب والبايروفيت خرب معه اللاكتيت هذا تجميع في الجسم يسوي مشاكل كثيره زي ما تشوف هنا accumulation of lactate اللي هو تراكم اللاكتيت يسبب انخفاض عالي جدا في البي اتش يعني الحموضه حيصير فيه حموضه عاليه في الجسم
راح يصير عندنا حاجة اسمها ماسل كرامبس. دحين نحاول نحسب الانرجي اللي تكونت لنا في الجليكوليسيس. اوكي الجليكوليسيس زي ما قلنا يستهلك حبتين اي تي بي، وينتج لنا في الخمس خطوات الثانية 5 حبات اي تي بي. اوكي في الانيروبيك طب شوفوا خلونا انا احاول افهمكم هي بطريقة حلوة. اول ما بدينا جليكوليسيس كان عندنا الرصيد الاي تي بي صفر، استهلكنا حبتين في اول 5 صار الرصيد سالب 2 صح، بعدين كسبنا 4 سالب 2 زائد 4 يساوي كم؟ حبتين. فهنا لما يقول لك مثلا حبتين اي تي بي فقط، انت لا تروح تفهم تقول اوه في غلط في السيدات، لا هي هو نتج 4 حبات لكن الربح الصافي عباره عن حبتين. اوكي في الانيروبيك جليكوليسيس حيطلع عندنا 2 مولكيولز في اي تي بي فقط لا غير، عندنا 2 اي تي بي فقط، هذا اللي بيصير في كريات الدم الحمراء، وفي اي مكان ده تاني ما في الاكسجين او ما في الميتوكوندريا. في الايروبيك جليكوليسيس اللي هو يهمنا هذا اللي هو اللي يهمنا، حيطلع عندنا 2 اي تي بي وحيطلع عندنا 2 مولكيولز في ناد اتش، كل واحد منهم حيطلع 3 اي تي بي، ف2 اي تي بي زائد 3 اي تي بي زائد 3 اي تي بي كم حيطلع عندنا المجموع؟ 8 اي تي بي. اوكي هذا هو حصيلة الايروبيك جليكوليسيس. الجدول هذا مهم يا شباب، لازم تركزوا فيه وتقراوه وتفهموا مظبوط، مقارنة بين الايروبيك والانيروبيك، ما حقولها لانه مرينا على كل شيء بالتفصيل. importance of glycolysis، ليش الجليكوليسيس مهم مره في الجسم؟ اول شيء بتطلع لنا بتسوي لنا انرجي اللي هي اي تي بي، ثاني شيء بتعطينا بايرفيت اسيد اللي بعدها حتحول يا اما على اسيتال كو اي يا اما على اوكسالوسيتيت اسيد، وهذول مره مهمين حنعرف ليش ان شاء الله في المحاضرات الجايه. في عندنا الديهيدروكسيتون فوسفات ممكن نحوله عن طريق عمليه ثانيه على حاجه اسمها ترايجليسيرايدز اللي هي ليبوجينيسيس تصنيع الليبيدز في الجسم. وفي عندنا اخر شيء سينثيسيس اوف امينو اسيدز زي مثلا ال 3 فوسفوجليسيرات ممكن يتحول على سيرين، والبايرفيك اسيد ممكن يتحول على الانين. هذول الاثنين يعتبروا نون اسينشال لانه الجسم بيصنعهم. كيف بيصنعهم؟ من هذول الحاجتين اللي هم يعتبروا من نواتج الجليكوليسيس. عندنا حاجه اسمها ريجوليشن. ايش هو ريجوليشن؟ عباره عن تعرف انت ايش اللي بيسوي انهيبيشن وايش اللي بيسوي ستيميليشن. خلاص الصوره هذه رهيبه جدا ممتازه، امسكها واقعد اتك عليها واحفظ كل شيء موجود هنا وحاول تربط. خلاص في عندنا هنا اول شيء عباره عندنا انزيمين، اول واحده اللي هو جلوكوكينيز في الليفر، وثاني واحد اللي هو هيكسوكينيز في برا الليفر. بعدين عندنا الفوسفوفركتوكينيز 1 اللي هو البي اف كي 1، ولو تتذكروا كان مكتوب انه هذا هو اهم عامل في ريجوليشن اوف جليكوليسيس، لانه شايفين ما شاء الله كم حاجه بتاثر عليه، فممكن اي حاجه بسيطه ولا كبيره تاثر عليه وبعدها هو حياثر على الجليكوليسيس بشكل عام. ثالث شيء عندنا هو البايرفيت كينيز اللي هو حق الخطوه العاشره، وفي له كذا حاجه، في له حاجتين تسوي له ستيميليشن وحاجتين تسوي له انهيبيشن. اي حاجه عليها بوزيتيف تسوي ستيميليشن ولا اكتيفيشن، واي حاجه نيجاتيف تسوي انهيبيشن. اوكي فعندنا هنا مثلا انسولين، لو تلاحظوا الانسولين دائما بيسوي ايش؟ ستيميليشن. انسولين الاي ام بي بيسوي ستيميليشن هنا وهنا. خلاص اربطوا. بالنسبه للهيكسوكينيز لو تتذكروا قلنا انه يصير له انهيبيشن عن طريق البرودكت حقه، فزي ما انتم شايفين جلوكوز 6 فوسفات بيطلع ويسوي انهيبيشن للهيكسوكينيز. ال بي اف كي 1 هنا وهنا شايفين في جلوكاجون واي تي بي دائما بيسووا انهيبيشن. وهنا في عندنا حاجه زياده اللي هي السيتريت. ايش هو السيتريت هذا؟ من فين جاء السيتريت طلع فجاه؟ طبعا فركتوز 6 فوسفات وفركتوز 2 6 بيس فوسفات هذول هذا من نواتج الجليكوليسيس، وهذا حاله خاصه حنمر عليها بعدين. السيتريت هذا يجي من كريبس سايكل ويسوي انهيبيشن للبي اف كي 1. ان شاء الله كريبس سايكل حتكون الدرس اللي بعد هذا اللي هو الكربوهيدرات 5. هنا هذه تكلمنا فيها قبل شويه اقراوها. ريجوليشن باي هرمونز زي ما انتم شايفين جلوكاجون بشكل عام بيسوي انهيبيشن للجليكوليسيس، وانسولين بشكل عام بيسوي اكتيفيشن للجليكوليسيس. خلاص بشكل محدد اكثر هذا بيسوي اكتيفيشن للبي اف كي 1 اللي هو اهم عامل في الريجوليشن فيسوي اكتيفيشن، وهذا بيسوي انهيبيشن للبيرفيت كينيز اللي هو حق الخطوه العاشره فيسوي انهيبيشن. في عندنا ان فيترو انهيبيترز. كيف يعني ان فيترو انهيبيترز؟ يعني ادويه مثلا باخذ دواء من برا عشان عندي مشكله في تصنيع الجلوكوز في الجسم مثلا ولا اي شيء. اول واحد هو ال2 دي اوكسي جلوكوز عباره عن كومبيتيتيف انهيبيترز يروح على الهيكسوكينيز انزيم
اللي هو موجود برا الليفر، لا تنسوا جلوكوكينيز جوا الليفر وهيكسوكينيز برا الليفر. هذا يجي على الهيكسوكينيز يسوي كومبيتيتيف انهيبيشن، يمسك في الهيكسوكينيز ويخليه ما يشتغل. في عندنا سلفا هيدريل رياجنتس اللي هم عباره عن ايودو اسيتات وارسينات اللي هو الزرنيخ هذا وهذا ايودو اسيتات، يسووا انهيبيشن للجليسيرديهايد 3 فوسفيت ديهيدروجينيز، هذا انزيم خلاص. وثالث شيء اللي هو الفلورايد يسوي انهيبيشن للانوليز انزيم، هذا الانوليز هو اللي في الخطوه الرابعه كان عندنا حاجه واحده وقسمناها على حاجتين صح، هذا هو الانزيم حقهم يصير له انهيبيشن عن طريق ازاله المغنيسيوم. انتوا بس احفظوا، مو لازم يعني تدوخوا نفسكم وتحاول تفهموا ليش، احفظ انت انه ليش صار له انهيبيشن بسبب الريموفل اوف مغنيسيوم. الفلورايد مهم جدا في اختبارات الجلوكوز في الدم، زي ما تشايفين المكتوب عندك، لما تروح مستشفى ويبغوا يسووا لك فحص جلوكوز في الدم، لو هم شالوا الدم وخلوه كده لحاله الجلوكوز شغاله في الدم، فالجلوكوز مستوى ما حيكون دقيق لانه قد الجلوكوز اتكسر تحول الى ATP. لكن لو حطوا له فلورايد حصير انهيبيشن بالكامل، فمستوى الجلوكوز حيقعد ثابت، فحيقدروا بعدها يسووا يعني اكيوريت ستيميليشن ولا حسابات دقيقه لكميه الجلوكوز في الدم، وبالتالي يعني يكون تكون النتائج دقيقه، ولانه الشيء ده بياثر بعدين على مثلا لو بيسوي لك عمليه ولا شيء لا سمح الله، يعني الشيء هذا ياثر كده. نكون خلصنا الجلايكوليسيس ان شاء الله موفقين، نشوفكم بعدها في الكريب سايكل والدرس الخامس. اهم شيء هنا تعرفوه في الدرس انه تعرفوا العشر خطوات وانزيماتها، وتعرفوا الريجوليترز لان الريجوليترز مره مهمه، وعندكم الجدولين ولا ثلاثه جداول، اظن هي ثلاث جداول، ركزوا فيها مظبوط لانها مواضيع السي مره كبيره ومتعارف عليها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.